حلو، طب اتفضلي. احنا قبل احنا دلوقتي جايين، انت يوم السبت تتفرج على الماتش فين بس الاول؟ عايز اعرف. هتفرج في مكتبي. والله مشغول؟ ها لا لا، جايب اصحابي يعني. ايوه انا قصدي بقى الطقوس اللي انت دايما متعود عليها. انا النهارده لما في يعني في فنانين كده لما يجوا يحضروا او اي حد يعني بيحضر ماتش لاي فريق بيشجعه يقول لك انا اقعد لوحدي ولا يمكن حد يدخل عليا والشاي بتاعي. انا ما اتفرجش مع زملكاويه خالص. ما ينفعش. طب ليه بقى؟ اقرب ناس ليك زملكاويه. انت لسه بنقول يا احمد لا اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك مع زملكاوي ده غلط جدا يعني. غلط. هيحصل ايه في وسط الماتش انت؟ بتبقى عصبي. طبعا بتبقى متعصب و... مع اهلاويه يعني؟ مع اهلاويه. طيب. لازم. طيب تمام. كله اهلاويه. وبعدين وبشوف بقى اصحابي القدام يعني درديري بتاع اللي هو الناس بتوع الاستاد من زمان بجيبهم يعني كان نفسي اروح الماتش بس ما فيش جمهور. كان نفسي اروح يوم السبت يعني بس ما فيش. حضرت قبل كده قمه؟ حضرت اهلي وزمالك طبعا. كتير. ما فيش ماتش ما فوتته يعني تقريبا يعني يقول لي اي ماتش هتلاقيني كنت في الاستاد اصلا. طب يعني حلو. اهلي وزمالك كله طبعا.